الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله حين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسألي بسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. دايما المالكية هذه من حسنات الأقدمين، يبدأ الكتاب إما بأشياء زي أحكام العقيدة، زي الإمام ابن أبي زيد القيرواني بدأ الرسالة بتاعته بالكلام عن العقائد، أو يبدأها بمثل هذا الكلام عشان تقديمها للعبادات، لأن العبادات عاوزة تصفية للقلوب، تصفية للقلوب. العبادة إذا وجدت قلبا منيرا تسمو بصاحبها وترفعه، لكن إذا كان القلب يعني مظلم ماذا في التعامل في العبادة؟ كذلك العلم. ولذلك الإمام مالك يقول إيه؟ ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. ليس العلم بكثرة الرواية، مش عملية تجميع العلوم، لا، العلم نور، ولذلك هذا النور يحتاج إلى تصفية القلوب. ليه؟ لأن العلم نور، وإذا كان القلب منور يلتقي النور مع النور فيزداد، لكن إذا كان القلب مظلم من المعاصي وجل العلم نور، العلم نور والنور لا يلتقي مع الايه؟ مع الظلمة، مع السواد، قلب أسود في المعاصي. ولذلك شوف النصيحة لما جاء الإمام، طبعا طالب مش إمام، طالب محمد بن إدريس الشافعي إلى الإمام مالك، كان عنده 15 سنة. الإمام مالك تفرس فيه، الإمام مالك كان صاحب فراسة، كان صاحب إيه؟ فراسة، نظر في هذا الفتى الشاب مطلبي عنده 15 سنة، قال يا فتى اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من هذا الشأن أو من الشأن. ليه بينصحوا بتقوى الله واجتناب المعاصي؟ هيقبل على طالب العلم؟ العلم نور، العلم مع المعصية لا يلتقيان، العلم نور والمعصية ظلام، القلب لا يجتمع فيه النور والظلام أبدا، دول متضادين، النور والظلام لا يجتمعان. إذن التقوى حتنير القلب، يأتي العلم نور يلتقي النور مع النور فيزداد القلب نورا. فشوف النصيحة، نصيحة الأستاذ لطالبه، وفعلا يعني ما شاء الله برز الإمام الشافعي، لأنه هو عنده استعداد، عنده استعداد لقبول النصيحة واستفاد بها. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسألي بسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء